المشاهدين أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة حلقات كفاءات أردنية، وكما عودناكم في كل حلقة نسلط الضوء على أبرز الكفاءات الأردنية الشابة. نرحب بك مدام أمل نجار مرة أخرى في برنامجنا، وأنت الآن عبر سلسلة حلقات كفاءات أردنية. نحن في كل حلقة نسلط الضوء على أحد الكفاءات الشابة، وأنت اليوم فخر لكل امرأة أردنية خاضت مغمار الحياة وتخطت صعوباتها. ما شاء الله عليك، يعني غنية عن التعريف. عرفينا في عجالة طفولتك نشأتك، من هي أمل نجار؟ اهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم على استضافه، يعني استضفناكم هون بالسلط وباهل السلط بيرحبوا فيكم. انا امل النجار، مواليد الكويت، من اسره بتتكون من 7 بنات وولد. الحمد لله، يعني انه الحياه كانت اكبر مدرسه لكل اخواتي، يعني انا بفتخر فيهم طبعا. انه تعلمنا واشتغلنا على حالنا وسوينا كل شيء كثير حلو. عشنا بالكويت ولفتره، يعني الحمد لله يعني كانت كثير حلوه. جينا استقرينا هون بالاردن، فعشان امل اجت قعدت في الاردن لظروف خاصه يعني، بس الحمد لله ولله الحمد انه الله بعث لنا ناس كثير بغايه الذوق والاهتمام انه اهتموا في امل وايش بدها تعمل امل. فاجت الفكره اني انا اعمل شيء اسمه اكاديميه سما السلط، كونه انه هاي الاكاديميه مش موجوده في اطار محافظه البلقه كامل. فامل كانت تطلع الصبح الساعه 6 لحد الساعه 1 لما ترجع لبيتها لاهلها لاسرتها، على اساس انه المشوار هذا كان ياخذ كثير وقت من عندها. انا وفرت على بنت السلط واهالي منطقه السلط المعاناه اللي كنت اعانيها انا اذا كان صيف او شتاء. مدام امل، عن هدفك من المشروع، لكن خلينا نحكي بدايه الاليه او الفكره، كيف جاتك الفكره انه تنشئ مثل هيك اكاديميه على مستوى زي ما حكيت محافظه او محافظه البلقاء؟ يا ستي الفكره اجت انه قلت لك انه انا حبيت اعمل موهبه كانت موجوده عندي، بس انه كيف بدي اطلعها ما كنت عارف. اخذت دوره بس شفتها انه الدوره هذه راح تكون كثير فائدتها عائد علي انا، بس بنفس بعمان، بعمان بالهاشم الشمالي، يعني انه بدل مواصلات يعني اطلع الساعه 6 الصبح عشان اقدر اوصل الساعه 8 بالضبط اكون على بالدوره. فكان هذا كثير معاناه، بدل المواصله 3 مواصلات 4 مواصلات، مو كل الناس معهم سيارات انه يقدروا يروحوا ويجوا، بس انا المواصلات كانت كثير شوي متعبه صعبه. فحبيت اوفر على بنت السلط واهالي منطقه السلط، يعني انه يكونوا مطمنين على بنتهم انه لسه بالسلط ما طلعت برا السلط، ونفس مستوى اللي خارج السلط جبت لهم اياه داخل السلط بعمل اكاديميه سما السلط. مدام امل، الهدف من انشاء مشروعك، يعني حكيت لي انت راح توفري تعب على بنت السلط، نعم، الهدف من انشاء اكاديميه بهالحجم هذا في وسط السلط، يعني شو هدفها للمراه؟ الهدف للمراه انه فرصه عمل، يعني ايش ما كان الواحد معه، ايش ما كان الواحد موجود معه شهادات وتعليم ومستوى المرحله التعليم تبعته، بس الشهاده اللي بياخذها من عند اكاديميه سما السلط يعني اذا مو لست البيت لا شيء مردود مادي لست البيت. فالحمد لله انه هو مردود مادي اكثر ما انه يكون. كان هدفك انه تشجعي بنات جيلك او السيده؟ طبعا طبعا، على انهم يخوضوا قمار الحياه، حتى نعم، حتى لو كانت سته كبيره، حتى لو كانت سته كبيره بتقول مو انا كبيره بس وتوقعت في البيت، لا، المهنه هاي لها لبناتها، لا حفاده بتقدر تستفيد منهم، وشغله كثير حلوه وممتعه، وما في ست بيت ما بتحب هالاشياء هذه. سمعت انه انتم بتطلعوا جولات زي ما نحكي مجانيه للايتام؟ نعم نعم، كبار السن الحمد لله. اللي شوفي، هو العمل الانساني بيكون من داخل الاكاديميه، حتى لو اجتني طالبه وضعها المادي مش ولا بد. الموضوع انه احنا اجتنا فكره الايتام، زي ما انا اي وحده بتقدر تدفع فلوس تيجي تعمل اي شيء بفرح قلبها، الايتام برضه لهم دور عنا، والكبار السن العجزه برضه لهم دور علينا. فحبيت الفرحه اللي شفناهم فيهم لما رحنا عندهم بدار المسنين، ضيافه دار المسنين كانت كثير ما شاء الله حلوه، والايتام جبناهم هون عندنا بالاكاديميه برضو الفرحه اللي شفناها عندهم، الحمد لله هاي اكبر شيء نعمه ورزقه لإلي انا بالاكاديميه سما السلط. الله يجزيكم خير ان شاء الله اجمعين. شو طبيعه الخدمات اللي بتقدميها من خلال مركز للسيده؟ كل شيء بخص المراه، كل شيء مثل المراحل، الصبغات، الميك اب، الميك اب طبعا كل شيء متطور، مو شيء انه بس اشياء بسيطه، لا الحمد لله اشياء كثير متطوره باحلى السرعات، وبنقدم لها يعني انه تعمل شيء لها تستفيد منه. حلو،
بالنسبه للدورات اللي انتم بتمنحوها، شو طبيعه الشهاده اللي الشهادات يحصل عليها الفرد، وهل الشهاده معتمده؟ حكي لنا شوي عن الشهاده. لا حبيبه قلبي، نحن الدورات والساعات اللي نعم، احنا في عندنا دوره حلاق نساء مدتها 240 ساعه، ودوره ممكج مدتها 160 ساعه، ودوره شامله مدتها 400 ساعه، ودوره حلاق رجال مدتها 160 ساعه. اوكي، اللهم صل على سيدنا محمد. الشهادات المعتمده ومصدقه من اكاديميه سما السلط، معتمده من وزاره العمل قسم ضبط الجوده والاعتماد، زائد شهاده مزاوله مهنه مباشره، وانا بقصد كلمه مباشره ما بدها سنوات خبره ولا بدها فتره عمل كثير بالمجال، على طول بتفتح مزاوله. ما بدها تطبيق بصالون؟ لا لا لا، على طول، لانها هي دخلت اكاديميه بدها تاخذ شيء خبره، ما بدها بس مجرد دروس مثل التعليم الاخر باقي المراكز. بتاخذ شهاده معتمده ومصدقه من وزاره العمل زائد وزاره الخارجيه، زائد احنا بنوفر لهم فرص عمل داخل البلاد، وان شاء الله احنا على عمل موضوع انه يكون خارج البلاد كمان. حلو، كم طالب عندك مثلا؟ ما شاء الله 10 طالبات. حلو، مختلف الاعمار ومختلف المناطق السالت. في يعني اغلبيه ماخذين دوره شامله اللي هي 400 ساعه، وفي بعد ماخذين حلاق نساء، في بعد ماخذين بس ممكيج. مدام عمل واحنا نظام اقساط، سوري بقطع حديثك، احنا برضه نظام اقساط، يعني انا بوفر كمان، انا مش بتجي تدفع مبلغ كامل بنفس الوقت، لا بتقسطه على مدار الثلاث شهور اللي هي دورتها. مدام عمل مجال التجميل زي اي مجال، نعم، فيه له معوقات وصعوبات قد تواجه المرأة، حكي لنا شوي عن الصعوبات اللي واجهتك في المجال عبر السنوات. حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيك مرة تانية في السلط وعند أهل السلط وبلدك منطقتك الثانية إن شاء الله. إحنا أكثر حبيبة قلبي، أنا الحمد لله والشكر لله، وطبعا هذا فضل في الدولة العظيمة اللي أنا عايش فيها، واللي أنا بكل فخر إني أكون بنت من بنات الأردن. إنه أي دائرة أنا كنت في مجال إني بدي أعمل ترخيص الأكاديمية أو غرفة الصناعة والتجارة أو البلدية تحت راية الرئيس تبعه اللي كان موجود، الحمد لله ولا أي صعوبة، كادر الوظيفة كلياتهم كانوا يتعاونوا مش مع أمل كأمل النجار، إنه بيعرفوا مين أمل أو كان عندي واسطة نهائيا. الكادر الوظيفي أي واحد كان بيدخل عندهم كانوا بيساعدوه، بيعملوا له، قدموا له كل اللي بيحتاج له بكل ساعة رحب. والحمد لله أنا من ما أسست لغاية هلا الحمد لله ولا أي شيء من الصعوبات اللي أنا أتكلم في أردنيتنا وكلمة الحمد لله. الحمد لله، أكيد أكيد أكيد، وعزم الله يعني إن شاء الله يكون دائم فوق راسنا وأساس دولتنا إن شاء الله. خليني أسألك، شو نظرتك المستقبلية للمجال التجميل وطموحك كامرأة أردنية لمجال التجميل بشكل عام؟ أكاديمية سما السلط إن شاء الله ما راح تكون أكاديمية بس محصورة بداخل السلط، ان شاء الله راح يكون في لها افرع في جميع محافظات المملكه، وان شاء الله وان شاء الله انا راح انمي الموضوع هذا، انه مش راح اخليه بس انه عمل انه يردد لي اشياء ماديه، انا بدي اخليه شيء انساني اكثر لاي حدا. يعني لو اجاني اي وفد او جمعيه بحاجه انها تدريب لطالبات انه بحاجه للتعليم هذا، راح اقدم له اياه بدون اي مقابل مادي. فان شاء الله والافرع راح تكون على مستوى، وان شاء الله راح يكون عندنا مهرجانات وايفنتات ان شاء الله يكون الدعم الدوله الاردن ماجون، نرفع الاردن اولا وجميله بكل شيء ان شاء الله. الله يسعدك، جزء من منظومتنا الوطنيه واحد السيدات التي نفتخر صراحه بوجودها على ارض الوطن. نود من حضرتك كلمه جلاله الملكه رانيا العبد الله، وانت تعلمي بان الداعم الاول للمراه في وطننا الاردني ووطننا العربي ككل، تفضلي. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. أنا كل الشكر والاحترام والتقدير لجلالة الملكة رانيا العبد الله، حفظها الله. الست رانيا يعني دعم لكل امرأة أردنية عايشة بالأردن وبالسلط، يعني احنا كثير بنسمع بنشوفها وبتشرفنا على السلط. وانا يوم افتتاح اكاديميتي جلاله الملكه رانيا كانت بالاردن وبالسلط وبنفس الشارع اللي انا موجوده فيه، وكان دعم لها. انا الشرف اني قعدت حكيت معها بس دقيقتين، بس كان كل الدعم منها لما قالت لي برافو عليكي جو هيد، فهي الكلمه كانت اكبر 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 دعم لي، وكثير افتخرت بهالموضوع. اتمنيت انها تشرفني بس كان عندها وقت وما كان في وقت عندها انها تيجي، بس الحمد لله. فكل الشكر لها لدعم للمرأة الأردنية وللبنات وشباب والأردن عامة. فبكل فخر واحترام أنا بقدم لها كل الشكر وجزيل الشكر لملكتنا الست رانيا.
سيدة أمل، ونحن في داخل الوطن الأردني الحبيب ننعم بنعمة الأمن والأمان، ماذا تعني لك هذه النعمة؟ حدثينا برسالة عبر شاشتنا لجلالة الملك عبد الله الثاني، كيف نستطيع أن نحافظ على هذه النعمة من الزوال إن شاء الله، كوننا شعب يعني يجب أن نتكاتف يدا بيد مع جلالة الملك لنحافظ على الأمن والأمان لهذا الوطن. أول شيء بوجه بالشكر وكل الاحترام والحب والتقدير لجلالة الملك عبد الله حفظه الله. أنا بنت الأردن وبنت السلط خص نص يعني، لأنه بدي السلط أنا، لأنه بنت السلط. أنا عشت بالكويت وسافرت على كذا دولة، بس الحمد لله وبكل فخر إني أنا أردنية وتحت راية جلالة الملك عبد الله. إنه لما اللي أنا بالكويت وبصر وبتركيا أردنية يعني بكفي إنكم عايشين بأمان، يعني هاي الكلمة أنا بتحسسني إنه أنا بدي أرجع لبلدي، بدي أرجع للأردن. الحمد لله يعني أنا عايشة بأمن وأمان، أسرتي عايشة بأمن وأمان، شعبي بلد بصالت الأردن كل المحافظات الحمد لله. الله يحمي الأردن وشعب الأردن من أي ناس خارج الأردن اللي بدهم يحاولوا يعملوا أي فتن داخل الأردن، ربنا يحميها ويحفظها، وإحنا كلنا إيد واحدة وإحنا وراء جلالة الملك عبد الله إيد بإيد، والأردن أولاً، الأردن أولاً بالأمن والأمان والحب والاستقرار. سيدي أمل، كنا سعداء صراحة بالحديث مع حضرتك، أجزتي وأفدتي، لك الشكر الجزيل على حسن الضيافة، بس في نهاية لقائي لا يسامي لأن نتقدم الشكر لحضرتك. حتى السادة المشاهدين للتواصل معك عن موقع صالونك بالضبط وأرقام التليفونات. احنا اكاديمية سما السلط بنص السلط بمنطقة السلط، اللي انا اخترت الموقع المناسب، انا ما هبني المكان يكون جميل ومنطقة كتير راقية او شيء، انا الحمد لله في وسط البلد، مكان سهل وآمن للطالبات لما يجوني ما أغلبهم بتكلفة زيادة مواصلات أو إجراء أخرى في المواصلات. أنا آمن مكان سهل بمنطقة السلط شارع البلدية العلوي، أوكي، مقابل أبو درويش عمارة الشام الطابق الأول. مديرة القبول والتسجيل أمل النجار، أرقام التلفونات 079-09-55-901 072-36-1601. الدوام من الساعة 9 للساعة 3. يعطيك العافية مدام أمل، وصراحة كنا سعيدين باللقاء معك، الشكر الجزيل لحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا فيك، شكرا لك.